الحفاظ على الوثائق هذه مادية في فرع المنظمة، وقد يقوم الإنسان بالدفاع عن المقدسات والتوابيت عبر العالم. لمدينة الصقور والسيدة أمين كعامة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان. الله يرضي إن شاء الله. رنابغة السيدة. العاصمة الإسماعيلية يشهد. الصباحية المباركة قصة إصفاء إقليمي في مدينة كناس بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الثوابت والمقدسات عبر الآن. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بن صدق عبد العزيز رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع إقليمي بمدينة مكناس التابع للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدوافع عن المقدسات والثوابت عبر العالم. اليوم حضرنا في هذا الحفل المبارك لتنصيب الرئيس فرع مدينة مكناس. فالحمد لله تم التصويت بالإجماع على السيد بن صدق العزيز اللي تنمثلو أنا في مدينة مكناس، بخصوص هذا الإقليم اللي تيهدف إلى أهداف نبيلة وتطوعية، وخصوصا قضية الوحدة الترابية. اليوم سوف نعمل جميعا من أجل تحقيق أهداف المنظمة لتلخص أهداف تطوعية الإنسانية النبيلة، وكذلك وحدة موضوع الوحدة الوطنية يعني الصحراء المغربية. فسنعمل جهدا يعني أننا نناضل ونعرفوا قضية الوحدة الترابية ديالنا. فشكرا لكم جميعا والسلام عليكم. نعم، فالمنظمة تتكون فروع، يعني كان هناك فرع في الجديدة، فرع في إقليم صفرو، وفرع في أسفي. واليوم إن شاء الله تأسس فرع بمدينة مكناس بالعاصمة الإسماعيلية، وهناك مزيد من الفروع في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. وحتى خارج هناك الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وإيطاليا، فهناك يعني في المستقبل سوف إن شاء الله غادي يعني غتشكل فروع خارج أرض الوطن إن شاء الله بحول الله وقوته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم الرئيس العام للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن المقدسات والثوابت عبر العالم. نهنئ السيد رئيس الإقليمي للفرع بمكناس الأستاذ مولاي عبد العزيز بن الصديق، تنحييه من هذا المنبر ومسيرة موفقة في العمل ديالو الحقوقي. كما أشكر الصحافة الوطنية دار صحافة الدار اللي تنحيوها على الحضور ديالها المكثف لساكنة مدينة مكناس. كما أشكر جميع السلطات المحلية والإقليمية وسيد عامل عمالة إقليم مكناس وكل الفاعلين الحقوقيين والجمعويين. وكنتمنى من هذا الفرع الإقليمي إن شاء الله للأخ ديالنا الأستاذ الفاضل سيدي مولاي عبد العزيز بن الصديق مسيرة موفقة في العمل ديالو الحقوقي. هذا العمل هذا عمل مضني، ولكن الحمد لله نحن دائما يعني في ما هو ثقافي إبداعي فني وكذلك حقوقي في المؤازرات لدى المحاكم وكل الإدارات العمومية وشبه عمومية. كما أهنئ جميع الإخوان بهذا الحضور الكريم وتحياتي لكم جميعا. الحمد لله هذه المنظمة هذه قامت بعدة أنشطة داخل هذه المنظمة وكذلك داخل الفروع ديالها بأعياد وطنية ودينية، منها كذلك أعياد ثقافية. يعني كنقوم بعدة قضايا، منها مؤازرات وكذلك منها ما هو وطني، لأن قمنا بعدة أنشطة في عيد العرش وكذلك في عيد الاستقلال. وكما يعني كما لا ننسى بأن هذه المنظمة حديثة العهد، يعني ربما الإخوان باش يعرفوا هذه المنظمة لأن يلا تشكلت في 2021، يعني في 3
3 مارس 2021، والحمد لله يعني كانت هذه المنظمه هذه يعني مجموعه ديال الفروع اللي شكلناها داخل هذه المنظمه، كما أهنئ جميع الفروع المتواجدين داخل ربوع المملكة وخارج أرض الوطن، لأننا عندنا ممثلين خارج أرض الوطن كالأستاذ ديالنا سي الغماري محمد، يعني هو ممثل ومنسق جهوي بفرنسا، ومجموعة ديال الفروع خارج أرض الوطن. الوطنية الحمد لله، يعني في القضايا الوطنية هناك مجموعة ديال الأعمال اللي قمنا بها، وما زلنا إن شاء الله غادي نقوموا بعدة أعمال داخل هذه المنظمة، لأن ما زلنا ما درناش واحد إن شاء الله بحضور ديالكم غادي تكونوا في واحد مؤتمر وطني وغادي نشرحوا لكم أكثر إن شاء الله. بالنسبة لنا دابا حاليا حنا كنركزوا على واحد العمل، هو أننا غنديروا واحد المؤتمر وطني إن شاء الله في مدينة الصخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لي كل الشرف وكل شرف أنني نكون في العاصمة الإسماعيلية، وهذا شرف لي كبير. فأنا أستاذة سلوى فراج والأمينة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن المقدسات والتوابيت، وتيسعدني اليوم وتيشرفني بأن نكون في العاصمة الإسماعيلية، وذلك من أجل إن شاء الله بإذن الله وبأجل أن واحد الأخ ديالنا سي بن صديق اللي غادي يكون إن شاء الله رئيس بفرع بمدينة مكناس سيمثل المنظمة أيضا داخل المدينة الإسماعيلية، فإن شاء الله بإذن الله داخل ذلك في دار الشباب. فتنتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله بإذن الله يكون عند حسن الظن الجميع. شكرا جزيلا لك. فالمنظمة هي منظمة حقوقية والهدف ديالها لديها أهداف إن شاء الله بإذن الله في الاجتماع ممكن أنكم تستمعوا لجميع الأهداف ديالها. فإحنا تنشتغلوا على الحقوق ديال الإنسان بالدرجة الأولى، وهذا الهدف موخص على وتنشتغلوا على جميع المستويات الاجتماعي السياسي الثقافي أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. بصفتي بركة والعربي من الصخيرات، من منظمة وطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن المقدسات والتوابت عبر العالم، أنا رئيس ديال الفرع ديال الصخيرات، ونشكر سعادة العامل ديال مكناس الاستقبال ديالو هنا، والعامل ديال الصخيرات حتى هو ديال فاس، والحمد لله دوز كل شيء داز بخير إن شاء الله الحمد لله. بالنسبه للشغل ديالكم علاش تشتغلوا؟ الشغل ما محدودش اخويا، الشغل راه شلا حوايج ديال الشغل اللي غادي نشتغلوا عليه ان شاء الله، راه كاين حاجه اللي يتسحق المواطن حق ديالو راه القانون ندافعوا عليه، وكاين شلا حوايج ماشي حاجه راه شلا حوايج غندافعوا عليه ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله. باقي حنا في قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.